السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة اليوم من برنامج المهلهل. ضيفنا لهاي الحلقة شاعر لطيف من ناحية الشخصية. حقيقة أنا يعني بالرجل، بأي رجل تعجبني شخصيتين، الخجول والكريم. هسه أسولف لكم على ذن النقطتين. شاعر يكتب دائما للحب والسلام وللتآخي، ما تعني له التفاصيل اللي تفرق المجتمعات، تعني له التفاصيل اللي تقرب المجتمعات. أرجع للنقطتين مال الكريم والخجول. الخجول أقصد اللي يستحي من مقابله، هذا الشاعر كريم ويستحي. شاعر جدا أعتز بعلاقتي به وبقصيدته أيضا. تعالوا خلينا نرحب بالحبيب حميد السومري. أهلا وسهلا بك أبو الأكبر، شكرا لكرم الإطراء والدعوة. إن شاء الله تكون حلقة تنال بهذا الاسم، اسم المهلهل، وتنال إعجاب حضرتك أكيد. الله يسلمك. شنو رأيك بالكلام اللي قلته بحقك؟ والله شكرا، أتمنى أكون أستحق. خجلت؟ أيه. الخجل صفة ذميمة لو حميدة؟ حميدة بمواقف وذميمة بمواقف، يعني أكو مواقف يستغلون الخجل. مضبوط. أيه. ها استغلوك أنت؟ قدر معين. اي والله صدق بالله والله واي بس انه مواطن معينه ونتشافى من هذا الشيء ونغادره وناخذ درس من عنده. ها احنا ما نطيح اكيد، حتى بنطيح نقوم، راح تكون وقتيه يعني. لا والله، والله. اي مساله وقت مضبوط. ما مطولين، هاي رساله. ها اكيد جيد. انت ما كون هالغيبه مختفي؟ راح اقول لك، كل مره اشوفك كانها اول مره، كل مرة أشوفك كانها أول مرة، نفس المشاعر وارتباك النظرة. الله. والمشكلة أخجل يمك وأنت إنسان من نوع اللي يبين عليك الفكرة. أوه. والله العظيم إش كثر ذيك الفترة أكتب قصائد كاملة وما أقرأ، أي خطوة ما تعني لذا مو وياك أنا أدور لك، ما مدور شهرة يا بعد اللي يحبك وروحه وعمره، عوفك من الحقان جيت ارضيك، بلكت الما غلطان تقبل عذره. الما غلطان تقبل عذره. هم ذول الغاليين يعرفون بغلطهم واحنا نجي نعتذر. ممكن مسامحتنا مره واثنين وثلاثه يخليهم يكررون الغلط ويعتبروا مو غلط، يعني يصير مستساغ. اهلنا يقولون لو مرت هاي الظل عاده. اي والله يعني مرات لازم نخلي لها حد طبعا، حتى لا يتكرر. ولا شلون الجو الشعري بالنسبه لحميد؟ والله خير ونعمه الحمد لله. انت انسان وردي. شكرا. ها شكرا ابو لك. انت يعني هي طبيعتك لو يعني الشاعر خلى هاي الشخصيه؟ لا انا هاي شخصيتي يعني، واحاول قدر المستطاع ان اتعامل بعفويتي وطبيعتي بدون تصنع، لان التصنع يعني ما مريض بكل الحالات. انت زين ماكو شيب؟ شويه ثلاثة أربعة. يعني ما مهموم؟ لا مو شرط الشيب. انت بارد وعصبي؟ اني؟ اي الصدق الصدق. يعني حسب الموقف. غالبا ما غالبا لا بارد، واتعامل بعقلانيه ويا كل الامور. مثلي حتى انا بارد. اي واضح. واضح البارد مو؟ واضح. هم ذول اللي كنا نسولف عليهم. نعم. اللي يدرون بغلاتهم ومعزتهم عندنا. شلون كان تعاملهم وياك؟ بنفس الطيب والتسامح والعفويه لو انغروا عليك؟ لا انغروا وتغيروا، قبلك ما جزت شفت الحرامات بس وياك جاستني الخطيه، اشك بروحي صرت مرايه مرات من قد ما شفت روحك علي. ويلي يلا. اي والله. هو شافوا روحهم؟ كلش. يقول هيجي وش بيدي على القلب لو حن، واضح من ملامح وجهي متغيرين، اللي يقول لي فلان وين أصفن لو أدري النهاية هيك راح تصير شاباق على قد السلام أحسن. أيوة. بس ما ندري المشكلة. أي هي المشكلة بالنهايات. أيوة. أي بالنهايات بالنهاية.
حميد اكو يعني هي هاي بين العلاقات اكو اشياء ممكن تكون مو من حق المقابل؟ لا هو اللي بالقلب من حقه كل شيء، من حقه يوزع الدم بكيفه، مجرى الدم يتحكم بيه والله. اما انا غير احبك ايه غير هو بالقلب. فتسالين على عمر يا مواليد ايه، ويرجع عقلك القلب وتشيلومه تعتبريه تدخل، هذا شيء خاص وتعتذرين مني بكل نعومه. عمل عنده مثل شاي العيون من حقه يتدخل بالحكومه. والله العظيم من حقه يا اخي، العيون بكيفها. ايه يا اخي تدري هواي شعراء تغزلوا بالعيون. اي انت هم اسير العيون كلش، هي النظره احلى يعني، مو شرط اللون، نظره حلوه. انت مو عينك، نظرتك بيها لون. ايه انا نظرتي سطحيه انت اعمق. لا يمك لا 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 انت يعني اكو تعمق بالموضوع، اكو دراسه وتفاعل، هاي النظره تقريبا. شوف اللي تحبه لازم تعرف عنه هواي اشياء، وانت تحب العيون فلازم تعرف هاي التفاصيل. حرجتني ها. ال- 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 القناعه حلوه، كلش حلوه. انت قنوع؟ انا قنوع واعتز باللي عندي وما ابدله بالدنيا كلها. ما تنم العيون البعض. شلون لحظه انت قنوع؟ قنوع واعتز باللي عندي وما ابدله بالدنيا كلها. لا والله، والله العظيم. وذا احلى منه. واذا وليكن. عافيه والله ما تملي، ما تنم العيون البعض، وما تلقى واحد بالحلم يقتنع بالقدامه. اي والله، هو الممثل بالفيلم ماخذ له وحده تشق حلق بس عينه على الخدامه. لا يا ربك. شلون ماخذ له وحده تشق حلق؟ هو الممثل بالفيلم ماخذ له وحده تشق حلق بس عينه على الخدامه. هاي العيون دواها التراب. البعض يعني. اي البعض. اي بس هيك هذول اللي باعون هيك من نوم النايم من يسار. مضبوط، اللي ما يقتنعون. اي يا اخي انا الامانة انا احب هاي ورديتك. يا عزك ابو العتيق. والله هاي الشفافيه اللطيفه. الله يخليك. هيك نقدر ناخذ قصيده؟ نقدر. العلاقه يصير بها زعل قوي ويصير بها فراق، فالزعل القوي يخليك تراقب الشخص انه شلون يكمل يومه. اوف. ينتهي يكمل بدوني لو ما يكمل. مضبوط، نفس التفاصيل اللي يعني لان كان يبدي وينتهي وياك. بعد الفرقة راقبتك وما بين عليك هموم، وقلت يا قلب خل نصبر، الشجر لما يجف مجراه ما يذبل بأول يوم. الله الله. ومر الوقت والحال انتظرت الجاي، ما بين عليك فراقي ماي بماي، وأنا بالصورة لو شفتك عبالك تونا حبيتك. أنا بالصورة لو شفتك عبالك تونا حبيتك، وما مرت علي لحظات حلوة وما تمنيتك، ولو جايبنا بالطاري وغلاتك عند تشاجيتك. أوف. أحسبت روحي كتب عندك، إذا ما تذكر البيئة تظل بطارف لسانك عناويني، بس تاريك طبعك طبع المرايات، إذا من يمك أمشي ألقاك ناسيني، وبيمن قصرت وياك ردت من عند عيني وقلت لك بعيني، اتأخرت على نسيانك بعدنش منتظر ما كف، طبعك مو مثل طبعي وما متراهمين شلون طيروا على السجن واقف، ردتني وغيرت طبعك من شفت القلب رادك، ومدرش بيه بس وياك علي يسمع كلمة مفضل عنادك. الله. الكل عام تذكرني عبالك عيد ميلادك، على يا واهس احكي لك من مالك خلق دنياك، ويصيحون باسمك ما تقول انا، وساعتها تمر باحساس اللي يدافع عن قضيه وهي خسرانه. الله. لا انا القدر تصبر على اللي سويته ويانا، ولا عندي قلب يحمل يقول لك كافي لهنا انا. اوف. مثل شوق امه وابنها اثنين نعاني، انا وقلب واحد تعب الثاني. لا يا رب كيد لي. مثل شوق امه وابنها اثنين نعاني، أنا وقلب واحد تعب الثاني، أتحلف وأقول لك بس تروح نروح، طبع الليل ما ينطر المينامة، ودور غيرك وأنت أول اللي ينشاف على جيلك صرت شامة،
يلي تغيب وترد مكسور وتلقاك هلا بالضيع أحلامه. الله الله، هلا بالوجه يشبه حيل حبنا بأول أيامه. أبيض وتقولي بكسر قلبه شحاس، أقول لك بي آلامه. تخيل أي نهر من يوصل الشلال وشوف شلون توقع روحه قدامه. لا تسأل عن إحساسه اللي عليك يخاف، الوجع مقسوم ما بين الوقع والشاف. صحيح بجيتك مكيف وشفت الدنيا من شفتك، بس بعد ياش جيت بوقت مو وقتك، وما بيها طعم جية المتأخرين فلوس وبالكبر جتك. روح إنساني وأنا أنسى، علي تغيرت بالفات وأنا تغيرت هسة. مو ذاك الشنت لو جيت أفهمك قبل لا تحكي، بعد مثل الكحل وياك أروح إش وقت ما تبكي. لا يا الله. أي والله سلامتك. هاي صادقة القصيدة. أي والله كلش زين. أصعب إحساس مر بيك شنو؟ هو من حسيت في فترة من الفترات إنه أنا ما همهم بعد أو ما أعني لهم. أحرور الدمع هذا العكس دمك، وإحساس بأن ما عاد همك. أخجل من نشوف بدون ترتاح من الشغلات اللي مسميها باسمك. وأنا لا أقدر عليه سويته وياك، لو أنا كنت لو بالي يمك. الله الله الله، ما نوفك لوحدك أبد، لو أنا لو بالي. مشتاق لهم؟ مشتاق لهم بس ما أريدهم بعد يعني. خلاص يعني. شو التناقض هذا؟ قلت لك التخطي هو ثاني أجمل شعور. أنت قوي. عندي قدرة على التشافي من كل تجربة أو ظرف أمر بي الحمد لله. هذا يجي بالتجارب أكيد. المعرفة تكون ملم بهاي الأشياء. هيك شيء هو من خلال كلامك. يعني لمن تقول هاي الجملة؟ كنا نريدكم، لكن اليوم لا عادت لنا رغبة بذلك. أنا أتمنى عمر تبقى يدك بإيده، وهسا أنت أكثر بشر بالدنيا ما أريده. شو هالقساوة يا رجل؟ من قلبك هالحكي؟ من قلبي. جمع مرحلتين، البدايات والراحة. سرق والله من قلبك؟ إي والله. عم أنت قاسي. والأشياء اللي صارت هي كانت أكبر من سماحي، لأن الأذية كانت أكبر من سماحي حرفيا. أنت كتوم. أكبر من مقدرت على السماح. أنت كتوم. كتوم وما عندي نافذة، بس الشعر أو الكتابة أو يعني. ها يعني هاي كلها مشاعر حقيقية وصادقة. طبعا. تشكيلة؟ شنو تشكيلة؟ بس صارت شكوتي يعني مستساغة ومو مهمة يعني قبل يعني أيام. وانتهيتوا لو بعدكم؟ انتهينا طبعا. خلاص. ولأول مرة أنه أني أروح. يعني خلال سنوات كان هو يروح وأنا أنتظر رجعته. تبري الذمة؟ ما بقت بس الذمة مخلينا نتبارى. ها. ما بقت بس الذمة مخلينا نتبارى، ولو يرد بي الوقت عيب أنت لاختاره. ولي. تحكي على غير بزعل، وانا ادري يم الحكي ما تصير لك شاره. اليمه وادم تجي ويحكي على ولده بغضب يطرد بخطاره. اوه يطرد بخطاره. اي هذا الحكاية يمك، بس هي مو عليك. كبير يعزك. كبير خليك ابو الاكبر. ناخذ فاصل. ناخذ فاصل. مشاهدينا الاكارم، فاصل ونعود اليكم. مشاهدينا الأكارم، البارت الثاني مع حميد السومري. حياك الله. الله محيي أصلك أبو الأكبر. هذا الاسم باعتزاز. الله يعزك. للهوية. يخليك. الله يخليك إن شاء الله. ناخذ قصيدة. ناخذ قصيدة. بعد ما نلتم مدلل والضرب،
بعد ما نلتمم دلل والضرب هاي هي انت بقلب وانا بقلب وقت على الخسرة وبعض لازم يفوت ويفترض هذا الوقت على الكل صعب بس لحد الآن من يوم المشيت جاي أحس بروحي وحد المنغلب الرجعة ومن الموت رجعتهم تهون كل أصعب أسأل الرجعة وغرب الله يا حميد الرجعة ومن الموت رجعتهم تهون أكل أصعب وأسأل الرجعة وغرب البيت نسيانك إش كم مرة أجيت وذكرياتك تبقى برا وما تطب كنت بالموعد أصل قبل المكان رغم ما من جانبك كان القرب اللي ينشغل بشلون حيكون اللقاء هذا أتحدى إذا حس بدرب وقت أرجع منك بتعب وأنام نومة الهستوى جاي من الحرب واختلافك علي وقت أرجع منك بتعب وأنام نومة الهستوى جاي من الحرب واختلافك علي لو يندار بيك كان شفتك تضحك وقلبك يصب كنت من بعد الله شاهدنا الوحيد بكلمة منك كل شي كتبه ينشطب مالي منك ايدي وتقول الصحيح ليش باخر لحظة حد شك ينقلب الله ورغم كل الصار ما قلت وحكيت صرت مثل هلال على ما كنت تشيت ونبذ عني لهذا يومك ما حكيت ونبذ عني لهذا يومك ما نطيت خلت عيش بلا عناوين الكتب كافي كنت تبكي واجبالي وبكيت كافي كنت تبكي واجبالي وبكيت وعشت من تجنبت شي اسمه حب وذا صارت والتقينا بفد مكان راح نبقى انت بقلب وانا بقلب سلامتك يا اخ مشكلة انت وين جاي تاخذني خليك ابو الاكبر هذول جربت غيرهم جربت وما مشى الامر وظلمتهم بصراحة ظلمت من ظلمتهم الاثنين طرفين يعني ماكو احد ياخذ مكان احد حبيت غيرك عمد وكل صح قمت بالغلط وياك صححته جيد سويته بي صعب كلش كبيرة ترى لي القاق ضيعته ودورت واللي يشبهك لي هسه ما شفته وكل تجربة وكل غلط بعدك سببها انت وراح تنساهم لو لا ادعي انه انا تخطيت ادعي الادعاء موتنا اي والله لازم قلت لهم اروح لكم فدوه هواي رحت لهم فدوه بس كون يستاهلون كل ما رحت لك فدوه يا مغير القاك واصل مراحل بيك شنه الذله واقف لك اني وغير واقف وياكم نيتي بس توقف لي لو عزل لا لا اضعف الايمان حميد انت تشتغل الحمد لله ما شاء الله رايح المكان عملك لقيتهم بالطريق شو تقول لهم صدق طبعا هيك الزمهم بحرقه واقول له بين هاي الناس فضلتك وجيتك وانت ادرى بهالحقيقه فرق بين الجاي متعنى على مودك على اللي يلقاك بطريقه لا تحول الحب عداوه هاي دنيا وبيها مو كل شيء تساوى الحياة سنين والموت بدقيقة يا يعني الأمانة المصداقية واضحة من الملامح الله يعزك أبو الأكبر من الملامح واضحة المصداقية ناخذ قصيدة يلا الشخص النرجسي أو الصفة النرجسية بالإنسان صدرت من خلال الموروث الاجتماعي انه هي صفه جيده يعني صفه للترفع او ميزه للانسان بس حقيقه مو هذا غرضها الشخص النرجسي هو شخص مؤذي اللي جربه واللي يتقرب من عنده مهما كان والله اخ اب حبيب صديق فمو حلوه العلاقه النرجسيه مو حلوه العلاقه النرجسيه مثل الباقي بس ما منه جيده وما تعرف علي من بيها محسوب حالك حال وقت المغربي تبدأ بكلمة وتعيش شان من البداية مو حلوة العلاقة النرجسية مثل الباقي بس ما منه جيد
وما تعرف علي من بيها محسوب حالك حال وقت المغربية تبدي بكلمة وتعيشك تفاصيل بإحساس المحبة الأولية وتبدي تقول هو هذا الإنسان اللي أدور عنه ويدور علي ويخليك تختصر البشر بي بحيث العين كل الأولوية وترسمون كل شيء وتحسون وصلتوا لمرحلة قبل السوية وفجأة ومشكلة من الماك ويغيب وتقع من المكابر للخطيب وفجأة ومشكلة من الماكو ويغيب وتقع من المكابر للخطية ويتعبك لحد ما توصل الحال ما تميز الراحة من الأذية وتبذل جهد حتى ترجع ويزيد لحد ما تقول أنسى وهاي هي وهناك ويرجع بموقف يرضيك وترد عشرتكم أقوى من القوية وما تفرح بجيته تعرفه يروح بس قلبك يجبرك تب قوية شخص يخلق مشاكل من الحلول خذ واحد بهاي القابلية أتذكر بآخر مرة من راح ضايج لين شافيد بأيدي وأدركت العلاقة تريد تقييم وضيعت الإلي والمؤلية أرجع للمواقف بيهن انصاف ألقى ضاحك وياي وعلي مو حلوة العلاقة النرجسية أرجع للمواقف بيهن انصاف ألقى ضاحك وياي وعلي ثواب وعقاب. أنت مرت بهاي التجربة؟ حرفياً. صدق والله. والله. وبعدهم يعنوا لك؟ لا، غادرت. ما يعنوا لي أبد. بشي ثاني كنت تلتهي. بشي ثاني أقوم التهي لو مرة بس فكرت شي يصير إذا عوفك. وهمومة تصبح مثل ما تشبق جفوفك. يا الوصف اللي جنن معقدة. بشي ثاني كنت تلتهي. لو مرة بس فكرت شي يصير إذا عوفك وهمومة تصبح مثل ما تشبق جفوفك بس هسه مثل الجفن لما نقبالي تقف صدقني ما أشوفك شهالخيال يا حبيبي أبو الأكبر الله يعزك بس للأمانة حميد أنت موجوع والله موجوع الحمد لله على كل حال ما تعاملت وياهم بالمثل؟ لا ابدا واتمنى يعني ما يصيبهم شر ويكونون بخير. الله. والله حتى وصيتهم انه انت ذا تشتاق حاكيني امانه البين اكبر من زعل. عيش بس لا تنسى كنا بيوم اكثر من نهل. كنت انت من الناس اللي ياخذون سيلفي ويودونه شو رايك باللبسه وكذا وهيك. تقرب. اول واحد كنت تحاكي متى قد الصبح منه؟ هم طبعا. أبدو وأنهي يومي بيهم وراح أنام منه ألمن هاي الرسالة أتوصف لك وصف دقيق كان كل شيء بالدنيا على حياة هم اللي يخلون طعمه له يعني كل شيء يعني أي دعوة أي طلعة إذا هم موجودين وياي فأنا مشرق إذا ما موجودين فأبهت حرفيا والله يمكن يتحكمون بمزاجك وأكثر يعني من التحكم بالمزاج حتى يعني ملابس مناخذين على ذوقهم صدق والله؟ والله أكثر شيء تحب بيهم شنو؟ عيونهم رجعنا للمربع الأول أي والله هنا مربط الفرس بس أقول لك ليش مدامك كامل من الله علي من تأتن بنفسك أي لون عيونك يموت ويتغير حسب لبسك تلبس زيتوني يصير زيتونيات تلبس اصفر يصير حرفيا لا 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 يستحقون والله انا يعني اودهم مو احبهم اودهم على حبك احترمهم على حبك الله يخليك انت مجنون شعره عندي شطر باخير قصيده تقول التجارب عين اضافيه أي تكتشف لك نعم خلنا ناخذ قصيدة ناخذ هاي القصيدة يلا بداية العلاقة قلت لهم انه وين اريد انا اريد اسرح وياك يعني ما راح اقاطعك اصفق لك لو ما ادري شنو اريد اسرح وياك
طرحنا كل الامور، وانا سال السؤال انه لي وين نقدر نروح بهاي العلاقه، نهايتها شنو حتى نكون واضحين وعندنا هدف. فدزولي الصوره بها غيم ابيض يجنن، كان الجو ماخذين صوره، دزولي قالوا روح لهناك. فهم راحوا وبقت الصوره ما خليتني بحزني، من تدرب ايامك حلوه بس تروح، علش تكتبني وتشزني؟ ابقى بعيد اذا من صدق هسه تحبني وتعزني، جيتك تكسر الواهس وترخص كل شي معتازه، هو سبين شخصين على كم دينار وتمر من يمهم جنازه. ويلي يلي اقرب علي من الجرح للاخ، يرد شلون ما واحد يعرف الاخ، وانت بكل شي لك تأثير، ومن شفتك لحد الآن غرقان بتفاصيلك، وما صح لجرف نسيان، وكل ما فتت قصة لقاك مثل الكان يا ما كان. الله الله، كنت أتمنى ردة فعل تفهمها إذا ما تحسها مقبولة، منو قايل لك المهضوم يقصد كل اللي يقوله، مرات اللي تركني لا قفال البيت حقيقي جنب. كنت أتمنى ردة فعل تفهمها إذا ما تحسها مقبولة، منو قايل لك المهضوم يقصد كل اللي يقوله، مرات اللي تركني وروح أبقالي، لا تعوف اللي يقول لك عوفني بحالي، يا ما تحبني يا ما تهتم. لك شنو هاي؟ مرات اللي تركني وروح أبقالي، لا تعوف اللي يقول لك عوفني بحالي، يا ما تحبني يا ما تهتم، يا ربحان بخساراتك، يا ما ندمان يا تنسى يا بعدك كل شي ما فاتك، أخذ مني التمسك هذا وانطيني خياراتك، أعرفك ترهم الغيري يحلم بيك ويريدك، بس المشكلة أنا شلون إذا ما عدها غير يدك، ومشكلتي عهد منطيك ما غير حسن ظنك، وبغيابك ولا حاجة رغم كل الحصل منك، لا معترض على الحمدوك ولا ذميت من وياك متخاصم، والله لو أسولف عنك وما ضم، يكرهونك مثل ما يكرهون الناس ليلى بأغنية كاظم، والله لو أسولف عنك وما ضم، يكرهونك مثل ما يكرهون الناس ليلى بأغنية كاظم، العمر لحظة الدهر تدري البقى بعين العلا شوية، وكنت ما لعرف غيرك حنين بديرة قطعية، لا تستغرب من أبعد وما أقول لك على البيئة، أتوقع قمت كل شيء التجارب عين إضافية. سلامتك. انطيني انطيني أنا هسه المفروض شو أقول لك على القصيدة؟ شو أقول لك؟ خاف أصفق، خاف قليلة بحقك. يشهد الله يعني حبيت القصيدة تجنن. الله يحفظك يعزك أبو الأكبر. شلون هذا مال بقالي؟ بقالي رحم والديك، وقبله وقبل هذا قبله هيك هيك بس هاي أريتها مقطوعة. كنت أتمنى ردة فعلي تفهمها. جيد. إذا ما تحسها مقبولة. منو قايل لك المهضوم يقصد كل اللي يقوله؟ مرات اللي تركني وروح ابقالي ابقالي، لا تعوف اللي يقول لك عوفني بحالي، والله العظيم. اي والله صايره هاي مال تركني عوفني بحالي، انا ريدك تشلب بي ابقى. امان ما الله ما اعرف شو اقول. يعزك ابو الاكبر. اخر هديه تلقيتها يمتى؟ يعني قبل شهر تقريبا. ثمينة لو ثمينة بقيمتها المعنوية؟ الهدية يعني على قدر معطيها. اي طبعا طبعا، فهي ثمينة المعطيها ثمينة، ما لها علاقة بهي ماديتها. لا ما ما لها علاقة، جز باقة ورد بمهرجان تجيك يعني. زين آخر هدية انت اعطيتها؟ آخر هدية انا اعطيتها قبل يعني اكثر من شهر، شهر ونص. انت محبوب، مكروه، مغرور، متواضع؟ لا هاي بعيد عن هاي الصفات يعني، انا مشتغل على نفسي جيد يعني نسبه مقبوله، بالتالي ماكو احد يعني، مو الدنيا كلها راح تحبك ولا الدنيا كلها راح تكرهك حسب مواقفك. من اللي يكرهك؟ انا ما يعني المفروض ما حد يكرهك. رحم الله والديك. اي والله المفروض غير ما حد يكرهك. يعزك ابو الاكبر. خجو اعطيك لينك، اعطيك لينك استمسح. انا يحتاج صدق والله؟ الله امسح فردن. يا اخي لا بال الخجل لطيف. يعزك ابو الاكبر.
زين هذا الـ 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 يعني بصراحة أبد ما ناوي تكون جريء؟ جرأة حلوة من تكون محسوبة. ها اي تكون بنسبة معينة محسوبة. زين هم كنت جريء في يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات يا ريت تسولف لنا السالفة إذا أكو. يعني ما أتذكر إنه بس هو أكو يعني بس. ها يعني ماكو. أكو يعني ماكو. ما أكو يعني ماكو. شوف الضحكة والغبتنا الخطوط صار الورديات. حميد يعني لما لا خجلت أنت وظلت ما تقدر. خلنا ناخذ فاصل. يلا. شو تقول؟ آه هي. هذا جالك إنقاذ. مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الأكارم وصلنا وياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب حميد السومري. حبيب أبو العتاب. قرينا هواي عتاب وزعل وكذا وهاي التفاصيل. وينك من الغزل؟ موجودين نوعا ما. ها والله كل مرة كل ما أشوفه يكبر بي شوقة مو مال انتظر لا مال أبوقة. شلون شلون شلون؟ كل ما اشوفه يكبر بي شوقة مو مال انتظر لا مال ابوقه. حللوا موهوم. قمر كنا ابو الاكبر قمر كنا وتعدت غيمه فوقه من ينزل شعره على عيونه كرخه ورصافه خدود وجهك بغداد وفي هاي شعرك علب صفك كاسر لو صورتك بمشامده ولكن ناس كان اخرت كل من يريد يسافر انت الجمالك يوم عن يوم يزيد. ايه مثل الفلوس تزيد عند التاجر. بالله صحيح. يعني اللي يشوفك مره ويصبح بيك يرجع يقول لك عم هاي ايش صاير بس انت حب الصدق والقبلك هيك تبريت من عدهن بدايه شاعر يريد قلبي وعقلي بعدين يقول وبين هذا وهذا جدم الحاير حال العراق اللي يختلف وقت العيد واحد يقول اليوم واحد باكر. الله الله عليك اكبر. هاي وديتها القصيدة ولا ما وديتها؟ وديها صدق؟ شنو كان رأي؟ يعني ضحكة وهاي الأمور هي الضحكة عيد باعتبار غير؟ ايه هو كان هذا اليوم العيد؟ عيدي وشوفتكم ثالث؟ ايه. لو ضحكتكم ثالث؟ كلهم. حميد راح أسألك سؤال ناخذه من هذا الكلام زين منو 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 انقل له شعرا بالدنيا عيدين وضحكتك ثالث؟ الأم حميد اليوم الانتشار الشعري هاي القصائد اللي كل القصائد اللي انقرت تحسهن ينقرن على منصة لو قصيدة المنصة تختلف قصيدة المنصة قصيدة ثوروية ومباشرة أكثر من ما هي بها تأمل أو فكرة معينة أكو أبيات تحتاج ثواني حتى توصلك الفكرة يعني فقصيدة المنصة تكون مباشرة أكثر. أنت من الناس اللي جيدين على المنصة لو مو جيدين؟ لا علاقتي بها مو كلش يعني. ها. أي ما ألقى نفسي لأنه أنا عندي معتقد إنه أنا ما أنتظر إنه أحد يصفق لي أو كذا يعني أعتبر نفسي إنه أنا أول ناقد لنفسي لقصائدي. جيد. أيه. جيد. زين برأيك اليوم إيش قد معرفة الناس بحميد السومري؟ والله نسبة حلوة مهما كانت. بس من يشار لك للبنان سواء بمحافظتك أو خارجها بقصائد ما بيها خدش بقصائد بيها دلالات معينة يعني وإن كانت بسيطة وإن كان إحساسها بسيط بس هي لها مردود إيجابي يم الناس إيجابي أكيد. ناخذ قصيدة من هذا الجانب. ناخذ قصيدة من يومك من تغيرت ما مرنا شيء واستغربت قايل عليها معقولة شون شون شايف من يروحون يعني يروح شيء غالي عليك فكل الأشياء اللي تجي وإن كانت مضرة فهي سهلة لأن الأكبر راح أي بالله صحيح من يومك من تغيرت ما مرنا شيء واستغربت قايل عليا معقولة الحبة وهواي التقوا وبالفرقة كلهن ينسن ما عدا المرة الأولى كل لحظة بيها لها ثمن وباقي التجارب من يجن أعذار ما مقبولة الله واللام علمه مش صرت ما حاكي بس يحجوله
ولو حاب من قلبه يعرف للعين يرجع كل حكي ما رضى تشفه تقوله. والماضي لو ما ينسي يخلي الخساره بربحك. وش مخلي بين الله قلب نبكي على وادم تضحك. نبكي على وادم تضحك. دول احنا غشمة على البعد. ما عدنا قلبه يساعد. وما يخالف يهون الحصل بس حاير بشي واحد. وهو اش غيرهم وما غزرت روحه بيديهم هانت. وعيونهم ايد الطفل تنترس باي شي كانت. كل اللي تصورته غلط. وولها من هن بانت. من قالوا الكل امرئ من نسمه ياخذ له طبع. قربني هالشي يمك. ومن ما تحن تأكدت انت الوحيد بهالبشر مالك نصيب من اسمك. والضعف اللي بوقته يجي ينحسب قوة لعلمك. بس هسه ما ظل كل عذر. سحر البدايات انتهى وما إلنا حيل الرجعة. من طين مخلوق البشر هيك الهموم توقع. الله يعينك يا شمع مخلوق من الدمعة. ها هي غلطة وما ترد. ضيعت بيها سنيني. خليت بالي يم شخص ما همه وينه ويني. وعايف اللي شايفني بقلب ما شفته بس بعيني. ويا فشلة تدور شخص قدام عين تريده. مثل اللي يدور عن غرض تاليها يطلع بيده. سلامتك. الله يسلمك. يعني للأمانة ماكو هاي القصائد مو المقاطع اللي قريتها. القصائد من راح يتمنتجن المونتيرا الافتحية له وتخلانا هاي الموسيقى الحزينة واللي يسمعها يحلق بدون جناحات. يا عزك أبو الأكبر. يحلق بدون جناحات. الله والديك الله يحفظك. شنو كان انطباعك على الحلقة؟ حلوة بوجودك وجود الكادر. أنت مرتبك؟ لا عادي؟ أخوي الكبير قاعد. الله يعزك. منو اللي يعني اللي اختار ملابسك؟ سابقا لا حاليا. لا حاليا. لا حاليا. ولد اليوم احنا. ايه ممكن اني وزوجتي اوجه لها تحية. الف تحية. ايه. محروثي طيبة. الله يسلمك. اكلنا من 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 طبخها من ايدها. شرفتنا والله وتشرفوا باي وقت. الله يعزك. يعني بصراحة تعتمد على ذوقك؟ بالدرجة الأولى. بس سابقا لا كان اكو شخص اخذ الملابس على ذوقه هو. انا اعرف شنو يحب خصوصا الاسود. يعني من اجي اخذه فهو يعني اعرف شنو يحب وشنو البس. زين انت جاي تسولف بهاي الصراحة العالية. ما راح من تسمع الحلقة محارف ما راح تتأذى؟ التوبة تجب ما قبلها. خوش لقيت لك. خوش لقيت لك. خوش قاعدة فقهية. زين بعد ما راح تجرب؟ لا. وإذا سحرنا كيون معينة خلاص قلنا التجارب عين إضافية. اي والقرصة تحية بيده يخاف من جرة الحبل. عليك بهالطاري. ها عليك بهالطاري. اي زين شنو ممكن رسالة تقولها من كلام يعني تنصح بيها بهذا الجانب اللي سمعك ولد او بنيه او رجل كبير؟ والله العقلانيه يعني عدم الاندفاع بالبدايات يعني. ها. كل العلاقات ضروري تجرب. اكو دخول البيت الزهيري ما حافظه انا كله. يقول صاحب صحيبك سنه وبعد السنه جربه. وبعد السنه جربه. نعم. فمو بالضروره بس هو ما عاد اكو وقت انه تجرب. ماكو. اي تريد صح لو خطا يعني ممكن تريد تشوف لك انسان خلاص هذا طيب ويشبهني واشبهه واحنا على حب الله وخلاص نمشي العمر. ما عاد اريد اجرب وارد اخسر. حتى لا ترجع مثلي راجع علي شيء التفت. راجع علي شيء التفت فرقاك ما بين علي بس دم ريج الخايف. بحجاره بالفرقه عثرت. والبشر من يعثر طبع يتلفت بنص الدرب وماكو واحد شايف. راجعوا طول هالنظر بالروح من راعيها. ردوا لحاجة بلا ذنب يرجع يشوف وش بيها.
حكيت روح اردفت عيد 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 راجع علي شي التفت فرقاك ما بين علي بس دم ريج الخايف بحجارة بالفرقة عثرت والبشر من يعثر طبع يتلفت بنص الدرب خو ماكو واحد شايف وهو أنا شايف كل شي صح بس والله بد ما عايف راجع وطول هالنظر بالروح من راعيها ردوا لحاجة بلا ذنب يرجع يشوف وش بيها حاكية روح اردفتهم هاي الخسائر لي وين لي وين لا بيك ترجع للمضى وتختارهم وين الزين ولا مثل ساعات الرمل وتعيش عمرك مرتين اي بالله صحيح انت الوحيد لوحدك وحتى الدمع لما نزل من عينك اثنين اثنين ومن شفت ما نبقى سوى ومن شفت ما نلتم سوى شي يفيد والمن نبقى والعمر دفتر منقض وكل يوم ناخذ ورقة واللي يحب أب ابن انضرب عوفة شي سولف حقه قصرنا خطوات بدرب ما ندرو أن يذبنا ومن قلت لي عن عمر المضى قلت لك حلو والناس كلها تحبنا ما ردتك تحس بوجع ذاك القبل تعبنا المحروم كل شي من الزغر تلقاه يدلل ببنا المحروم كل شي من الزغر تلقاه يدلل ببنا اهلا بلحظة شوفتك ودونك سنين تولي ومن ضعت وياك ادركت بعض الضياع يدلي عن اللي يحبونك كنت ابعد ويمك اقرب بس هي هاي المشكلة الخرب حياتك يخرب سلامتك هذا برايك هذا الانسان الكتوم هذا الموضوع يؤذي الكتمان طبعا الكتمان مؤذي لابد من نافذة يعني حتى اذا انت وحدك احنا عندنا انت يعني تبكي ابكي والشعور البكاء شعور حال الضحك طبعا بس انت لا يعني قصدي انت من نسبه خوف من الناس على اللي ثقافتهم تقول مثلا يا الرجل ما يبكي لو انا اكثر واحد يخاف على ذاته يعني صعب ابكي قدام احد ها اي بس تبكي بس ابكي وحدك طبعا اخر مره بكيت يعني اسبوعين اي والله عشان الموضوع يستاهل ممكن مو البكي على فد حاجه معينه ممكن على غلط معين ممكن على تراجع ها تعني بضمير زين وغالبا ما تضحك نضحك معلش خصوصا اذا شفتك يعني الله يعزك سلم. الله يسلمك انا اتمنى من يشوفني تبتسم وتضحك اي اوقع حرجتك اسف ها لا ماكو حرج الله يسلمك ال هواي عندك اصدقاء لا مو هواي عندي اصدقاء وكل اللي مشيت وياهم انا متشرف بيهم احلى تعليق معلقين عليك ممكن شفهي ممكن تحريري ممكن ضمني يعني هو موقفه يخليك يعني اكو تعليق بدون تعليق يعني ممكن بس موقف معين تعرف انه هذا الشخص ايش قد يعزك او ايش قد يحبك فاغلب اصدقائي اللي ماشي وياهم انا لا انا اقصد لك بصوره عامه من ممكن ناس ما تعرفهم يعني اكو تعليق ضال ببالك ماكو ببالي بس قلت لك انه يعني انه انت خجول او انت واعي او كذا وهاي الامور ها يقولون عنك خجول يعني مو بس انا ايه يعني ما مكتشف شيء لا اي جيد يعني هسه شغل انت طرحت هالاعلام يعني ها صار في شيء معروف هذا ببريك راح تضرك لا الخجل ما يضر بالعكس لو حلوه صفه حلوه صفه حلوه صفه حميده لا والله انا بالنسبه لي يعني احبها صفه هاي الصفه ايه. لانه هذا يقولون اللي يستحي ما يسوي غلط اللي يستحي تلقاه كريم اللي يستحي تلقاه شجاع اللي يستحي تلقاه عنده ضمير حي اللي يستحي ما يؤذي الآخرين طبعا لأنه يستحي بالضبط شايف؟ اي أنت القواعد اللي عندك هي الحلال والحرام والحياء وهاي الأمور وصلنا لختام الحلقة أختم بما تحب وتشاء أولاً أيها الفارس المغوار الله يخليك أبو الأكبر أنا أحب أشكرك قبل لا أختم وأشكر السادة الكادر شكرا لك ونختم يا هي صابيعك ويا هي الاوتار اضعاف يا هي صابيعك ويا هي الاوتار وجه الشبه بيناتهن حيل كبير مش قد ناعم ايدك وقعت كم مسوار تضيعوا يشروا لك هلك هيك يصير لا والله تبذير هذا بالله انت تطلب اللي يصير ونقول لك صار ويحصل بوقته ونعتذر على التاخير وجرب اسالني وزوج لي خلى اسرار
مرتاح لك ما حاجة عيد التفكير بيك العطر ينشاف يترك آثار مضموم كنك احتلال بتحرير إش قدر نصورة وياك نمشي ونندار بس انت حشتك ما تحب التصوير وشلون للضيف التحضر لمبار ونعم صدقنا جيتك عندنا نفس التقدير ونعم ونعم من أصلك سلام. ونعم والله يعزك أبو الأكبر ألف تحية لك الله يسلمك ألف تحية لك شكرا لك أبو الأكبر وصلنا لختام الحلقة شكرا لك شكرا لك أبو الأكبر تعبناك العفو ألف تحية من خلالك لكل أهلنا وأخوتنا بالأنبار يعزك راعي السلام يسلم الله يسلمك وآخر كلمة أنت قولها للسيد المشاهد إن شاء الله تكون حلقة تنال استحسانكم وحلقة تنقل صورة حلوة عن الشعر الشعبي عن الأدب الشعبي بالأنبار والعراق بصورة عامة نتمنى نكون ماخذشنا الحياة بأي شيء ما إذا صدرنا فتشية ومفهوم مو حلو نتمنى المسامحة لأكثر مشاهدين الأكارم وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري في أمان الله.